السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نناقش موضوع فن المدح الشعبي في موريتانيا، نبحث خصائصه وسماته وأدواره، ونناقش واقعه وتحدياته على ضوء انعقاد النسخة الرابعة من ليالي المدح في العاصمة نواكشوط، مع ضيفنا الأستاذ هارون والبلال، مدير الدراسات والبحوث بمركز ترانيم للفنون الشعبية، وهو باحث ومهتم بمجال التراث الشعبي. أهلا وسهلا. أهلا بكم بداية وسهلا. وكمدخل لهذا الموضوع، ما تعرف الموريتانيون فن المدح الشعبي؟ أولا شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة. المدح الشعبي في موريتانيا هو ينتمي إلى شكل من أشكال التعبير الثقافي، ينتمي إلى التراث اللامادي، هو في المحصلة جزء من الثقافة الشعبية. وعندما نتحدث عن الثقافة الشعبية يجب أن ندرك الفرق بينها وبين الثقافة العالمة. إذا كان بالإمكان الوقوف دائما على البداية في الثقافة العلمية العالمة، فإن الأمر مختلف في الثقافة الشعبية. إذا لا يمكن انطلاقا من هذا الفرق الجوهري بين الثقافة الشعبية والثقافة العالمة الحديث عن بدايات دقيقة للمدح. لكن من المعلوم أن المدح كلون ثقافي يرتبط بالثقافة الإسلامية، وبالتالي لا شك أن مع بدايات الإسلام أو لن يشهد المجتمع الموريتاني أو لم يشهد المدح كتعبير ثقافي قبل الإسلام، لذلك يكون مرتبط طبعا في المحصلة بدخول الإسلام وبانتشاره. هذا اللون الثقافي الذي يسمى بالمدح هو، إذا أردنا أن نعطي له تعريف ما هو هذا المدح، يمكن أن نعطيه تعريفا، يمكن يكون تعريفا ربما يركب أو محصل من مجموعة من الخصائص التي يمتاز بها المدح. أولا نحن نتحدث عن المدح الشعبي وفي موريتانيا، فالمدح لنبتعد شيئا ما عن المديح، لأننا نعلم أن المديح قرض من أقراض الشعر موجود قديما ولا يزال، لكننا نتحدث عن المدح لنميزه عن المديح في هذه النقطة. فالمدح ربما ينتمي للثقافة العالمة، المديح ينتمي للثقافة العالمة عفوا، بينما المدح هو المقصود هنا وهو ينتمي للثقافة الشعبي. نقول الشعبي لنتجنب ما هو رسمي أو الثقافة العالمة، لأنه هو لون من ألوان التعبير شعبي، ودلالة الشعبي دلالة كبيرة جدا على تميز هذا الشكل من أشكال التعبير الثقافي، تبتعد به عن الجانب العلمي الدقيق وكل ما يرتبط به من الخصائص. في موريتانيا لأننا نتحدث عن هذا اللون داخل موريتانيا، لأنه يوجد ألوان أو توجد في العالم الإسلامي لا شك ألوان من المديح، لأن هذه الثقافة الإسلامية شائعة، فنحصر هذا الموضوع في إطار موريتانيا، ولذلك يكون لدينا هذا التعريف المركب، المدح الشعبي في موريتانيا، وهذا هو اللون الثقافي الذي نهتم به، هذا كتعريف للمدح. طيب كيف كان يتم التعاطي مع هذا الفن؟ وهل يعني كان يتلقى على أساس أنه فن فرجوي في بيئة صحراوية لا تكثر فيها الفرجة؟ المدح له العديد من الأبعاد والدلالات. يمكن النظر إلى المدح باعتباره تلقينا للسيرة النبوية، تلقينا للمشاهد، تلقينا لشخصيات التاريخ الإسلامي الصحابة وغيرهم، هذا ما يدل عليه مضمون المدح، فهو لديه هذا البعد التربوي من خلال التلقين. لكن أيضا المدح يمكن اعتباره متنفسا للمهتمين بهذا المدح ومتذوقيه، كما قلت في فضاء صحراوي تقول فيه الفرجة، هو أيضا يمكن أن يكون متنفسا أو مجالا تعبر من خلاله الفئات المهتمة بهذا المدح والمتعاطية له، ربما تعبر به عن طموحاتها عن آلامها. كل هذا لا يمكن حصر المدح باعتباره جانبا تصوفيا تعبديا، أو باعتباره جانبا ربما تعبيريا تعبر من خلاله هذه الشرائح التي اهتمت به عن آلامها وعن ما يرتبط بها. يمكن أن يكون المدح هو كل هذا، ما يهمنا أن المدح كلون من هذه الألوان عرفه المجتمع الموريتاني، جزء من التراث الموريتاني لا يزال قائما، لكن مع التحولات الكبيرة التي شهدها المجتمع الموريتاني
أصبحت هناك ضرورة حقيقية للالتفات إلى هذا الموروث الثقافي في محاولة لحفظه لصيانته للإبقاء عليه. لكن يعني هذا التطور الذي حصل، تطور في المجتمع، في الثقافة، في حتى الصيرورة الزمنية تتطور، هل بقي يعني المدح ثابتا جامدا؟ المدح وفقا للبيئة التي أنتج فيها كما قلت هي بيئة بدوية. الإنسان البدوي كان يجد في الأوقات التي يتعاطى فيها المدح، خاصة في أوقات الليل بعد اكتمال الأعمال وغيرها، هذا الأمر اختلف، فنحن انتقلنا إلى المدينة، وهذا الانتقال إلى المدينة ربما يفقد المدح شرط من شروط وجوده، فلذلك أصبحت هناك ضرورة لحفظ هذا المدح. المدح حافظ في الماضي، لأن المجتمع الموريتاني لا تزال هناك نسبة كبيرة جدا في المناطق الريفية والبوادي، فحافظ على وجوده من خلال هذه الجيوب، لكن عندما كل ما تقدمت مسألة التحضر والانتقال إلى مجتمع المدينة أصبح المدح في خطر. هذه الأشياء هي التي استدعت التدخل أو استدعت قيام مركز تراني للفنون الشعبية، أحس من خلال ما لأنه مجال اهتمامه، حس بضرورة أن توجد جهة تعتني بالمدح، تهتم بالمدح توثيقا، كتابة لنصه، تسويقا للمدح، حفظا للمدح باعتبار جزءا من الذاكرة الشعبية. مركز ترانيم ودوره، يعني هذا المدح هل عرف تطورا عبر التاريخ أم ظل كما هو متعارف عليه؟ المدح المتعارف عليه في موريتانيا إذا نظرنا إليه من حيث المواضيع نجد أن هذه المواضيع تكاد تكون شبه ثابتة. الموضوع الأساسي للمدح يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بخصائصه، بمعجزاته، يتعلق أيضا هذا المدح من حيث موضوعه بالصحابة، بهذه الشخصيات التي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الموضوع ثابت لا يتغير، لكن تطرأ بطبيعة الحال مع مرور الزمن مديح أو مدائح بحسب تطور. مثلا لاحظ أننا تكون لدينا مدائح في البداية ثم يتم إنتاج مدحة جديدة فتنتشر، فلذلك لا تزال حتى الآن يتم إنتاج مدائح، صحيح أن الكثير من هذه المدائح مكرر وأقلبها يجهل منتجي هذا المدح، وهناك إشكالية في من المنتج الأصلي لهذه المدحة، وهذا لا يعتبر قدحا إذا نظرنا إلى المدح باعتباره ثقافة شعبية، والثقافة الشعبية لا يشترط فيها ما يشترط في الثقافة العالمة من التدقيق كما أسلفنا في البداية. هذا يقود إلى الجانب المتعلق ب يعني التدقيق حتى في المضمون، لأنه لا يكون في الغالب من يتعاطون هذا المدح ربما تغلب عليهم أو يغلب عليهم الجانب الشعبي أكثر منه الجانب العلمي الدقيق حتى في مضمون ما ينشدون. ما يتعلق بمضمون المدح، هل نحن بحاجة إلى تخريج كل نصوص المدح لنجعلها مستساقة أو متطابقة مع ما هو معروف في النصوص العلمية حول النبي صلى الله عليه وسلم، حول خصائصه، معجزاته، حول الصحابة، هل نحن بحاجة إلى ذلك؟ إذا نظرنا إلى المدح باعتباره فن من فنون القول ينتمي للثقافة الشعبية، يجب أن نحذر، لا ينبغي محاكمة المدح بشروط الثقافة العالمة لأنه ينتمي إلى الثقافة الشعبية، فإذا قمنا بهذا الأمر فنحن نجرده من أهم خصائصه، لم يعد إذن ثقافة شعبية عندما نخضعه لميزان، نزنه بميزان الثقافة العالمة ونخضعه لقواعدها وضوابطها. فالقيمة الأساسية للمدح رغم أن المدح قيمته كبيرة هو أيضا نوع من تمثل مجتمع معين لشخصيات معينة، تمثل المجتمع الموريتاني لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم لشخصيات الصحابة، هذا التمثل هو الذي يعطي خصوصية المدح في موريتانيا ويجعله مختلفا عن غيره، فلو عمدنا إلى هذه الخصوصية ونزعناها بحجة مطابقة ما هو
رسمي أو ما هو علمي، فنحن نفقده الخاصية الأساسية، إذن يصبح ثقافة عالمة ولم يعد ثقافة شعبية. لكن إذا حافظت على الأداء باللغة العامية وعلى الطقوس ويعني الطريقة التي يتم بها، ودققت في المضمون وتركت لي يعني المداح أن ينشذ بالطريقة التي يريد، لكن أنت دققت يعني علميا ما يتم. هي بالضبط نفس النقطة، أنا أفهم السؤال، لكن مسألة التدقيق في مسألة النصوص هي إذا نظرنا إليه فإن هذه النصوص ليست نصوص مختلقة، ولكن هناك تمثلات معينة قد لا تنسجم مع الرؤية العلمية، لكن أقول الإبقاء على هذه التمثلات هو الذي يعطي نكهة لهذا الفن الشعبي. فنحن تمثل مثلا المداحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، تلاحظ أنهم إذا أرادوا مدحهم بخاصية معينة تتعلق بالشجاعة وغيرها يخلعون عليهم تصورهم للإنسان الموريتاني القديم، تكاد تجد أن الصحابي يلبس دراعة أو شيئا من هذا. فهذه النكهة، هذا الذي لا أريد أن يتخلص منه المدح الشعبي، فلو تخلص منه فقد تخلص من خاصيته الأساسية باعتبار ثقافة شعبية، وربما يصبح مجهولا. فنحن نعلم أن هذه التمثلات مصاحبتها لأي نصوص، خاصة النصوص الشفوية الثقافة الشعبية، تجعلها مادة خصبة حتى من الناحية الأنثروبولوجية، ذات قيمة لو اطلعت عليه لاحقا يمكنك تتبع كيف تمثل المجتمع الموريتاني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم. فلذلك يجب أن ندرك أن للمحافظة على المدح وعدم تحريفه أو تخريج نصوصه أو إخضاع المقاييس العلمية قيمة كبيرة جدا، ليست فقط لحفظ المدح كما هو، وإنما حتى من الناحية الأنثروبولوجية للتعرف عليه. فكون أن تكون الثقافة العلمية ثقافة العالمة هي الثقافة الأساسية التي ينبغي قياس عليها جميع الثقافات، ما يصلح منها ينبغي اعتماده وما يخالفها ينبغي إلقائه، نعتقد أنه خطأ. أنت تقول بالفصل الجذري، ليس فصلا جذريا، لكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه الثقافة الشعبية لديها قواعدها وأسسها خصائصها، والثقافة العلمية لديها خصائصها. ما يطلب من الثقافة العلمية قد لا يطلب من الثقافة الشعبية. لكن ماذا لو تلاقحتا يعني في هذا الجانب مثلا أو في أي جانب فني آخر؟ لا إشكال في أن يتم التلاقح، وبطبيعة الحال هم في إطار المجتمع، لكن نعلم أن هذه الثقافة الشعبية هي ثقافة شعبية تلقائية بسيطة، ليست معقدة، لا تخضع لكثير من التنقيح والرقابة، بينما الثقافة الأخرى العلمية هي ثقافة دقيقة مدققة مضبوطة مدونة تخضع لمراجعات قبل أن تخرج. فلدينا هذه الثقافة ولدينا هذه الثقافة الأخرى، لو أخضعنا كل منتج ينتمي للثقافة الشعبية لمعايير الثقافة الأخرى فنحن نخلط بينهما ونجري نوع من التعسف. لكن طيب في المقابل يمكننا الجوانب مثلا التي يمكن للثقافة الشعبية، دائما نحن في إطار فن المدح، أن تستقيها من الثقافة العالمة في هذا المشهد. هناك المسعى لتدوين المدح وغيره هي مسألة مستفادة من الثقافة العلمية، الثقافة العالمة، الثقافة العالمية العالمة ثقافة تعيش أطول لأنها ثقافة مدونة يتم تناقلها لأنها مدونة. أما الثقافة الشعبية في القالب هي ثقافة شفوية غير مدونة، وهذا يؤدي بها إلى التغير والتحريف. فمحاولات تدوين المدح الآن هذا مستقى من الثقافة العلمية، فلذلك نلاحظ أن هناك نوع من التلاقي، حيث نحن مضطرون إلى تدوين ما كان شفويا للمحافظة عليه، لكن حتى محاولة تدوين هذه يجب أن تتم بحذر كبير جدا. كيف ذلك؟ لو أننا ضرورة التدوين ألجأتنا إلى تجريد المدح الشعبي من كل خصائصه، فنحن ننتج ثقافة علمية جديدة لا علاقة لها بالمدح الشعبي القديم. فلذلك ينبغي أن يدون ليبقى، لكن يجب أن تحفظ له خصائصه، يبقى بنكهته تحفظ له خصائصه. هل التدخل في النص وإعادة تركيب النص وتخريجه من جديد تدخل في إطار تحريفه عن مساره أو في إطار تقويمه والمحافظة عليه؟ لا شك أن كل ما هو ثقافة علمية يجب أن يخضع لمجموعة من القواعد، لكن قلت يجب أن تتم العملية بحذر حتى لا يفقد المدح خاصية وسماته. يجب أن يبقى جزء من الثقافة الشعبية، يجب أن يدون كما هو لأنه يحفظ تمثلات مجتمع معين
مجتمع معين، تصورات معينة لمجتمع معين حول قضايا معينة، ونحن لدينا في الثقافة العالمة ما يكفي من المواضيع. فإذا أصبح المدح ثقافة علمية فنحن لا نضيف، ربما لا نضيف جديدا، لكن لو أبقينا عليه كما هو ثقافة شعبية بخصائصه بسماته بملامحه بتصوراته، فنحن نحفظ جزءا من مخيال المجتمع الموريتاني في حقبة من الحقب معينة ونبقيه للأجيال. وربما هذه ضرورة أملتها كما قلت التحولات التي شهد المجتمع الموريتاني، وإلا فإن الأولى الإبقاء المدح مدحا شعبيا كما هو. إذن مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل النقاش في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها موضوع فن المدح الشعبي في موريتانيا. نناقش خصائصه وسماته وأدواره، ونبحث واقعه وتحدياته مع الأستاذ هارون البلال، مدير الدراسات والبحوث بمركز ترانيم للفنون الشعبية. أهلا وسهلا. إذن ونحن في إطار فن المدح، وكنا نتحدث عن سماته وخصائصه. يعني هنا أريد أن أناقش الجانب المتعلق بالإبداع فيه كفن، هل هو يعني قابل لأن يبدع فيه؟ وهل ما أنتج حتى الآن يعني عرف نوعا من الإبداع، أم بقي يحفظ كما هو؟ المدح يمكن من حيث الإنتاج تقسيم المجال الموريتاني إلى مجموعة من المدارس، تعتبر مدارس رائدة في المدح، في إنتاج المدح وأيضا في نشره. وهذه المدارس، مدارس بمناطق في الجنوب، مدرسة القبلة، مدرسة إنشيري، ومدارس بالإضافة للمدرسة في الشرق، مدرسة الشرق. هذه مدارس عريقة في مجال المدح. لا أقول لك المدرسة، هذه المدرسة ظهرت قبل هذه، لكن هذه المدارس كانت هي المنتجة للمدح كإنتاج. والإنتاج فيما يتعلق بالمدح يتطور، هناك إنتاج بشكل مستمر، يتم إنتاج نصوص جديدة من المدح، لأن المداحة أنفسهم أو بعضهم ينتج المدح، وتكون المدحة موجودة ويتم إضافة مجموعة من النصوص إليها، جفان جديدة تضاف إليها بشكل مستمر مع مرور الوقت. وقد تبدأ المدحة وهي قصيرة وتزداد مع مرور الزمن بإضافة نصوص أخرى إليها. وهذه مسألة ربما تكون جيدة ما يتعلق بالمدح الشعبي، تبقى المدحة الأصلية اللازمة موجودة وتتم إضافة إليها نصوص، فتجدها مثلا في هذه المدرسة في هذه المنطقة بلغة معينة بأداء معين، لكن هي نفسها المدحة الموجودة في المدرسة الأخرى، ولكن يضاف إليها نصوص بأداء مختلف، اختلاف المناطق وطريقة الأداء، لكن تضاف إليها نصوص بشكل مستمر، وهذا ما يجعل المدحة تبقى كما هي، لكن تتم الإضافة إليها، إضافة مجموعة من الجفان مثلا كإضافة. وهذا الجانب يعتبر إبداعي. إذا نظرنا إلى المدحة من حيث هي المدحة فنجد أنها ثابتة كما هي، لكن الجفان التي تضاف إلى هذه المدحة تعتبر جانبا إبداعيا. حتى الآن يتم الإضافة إلى تلك المدائح، المدح الموروث قديما، تضاف إليه نصوص جديدة، وهذا الإضافة كما قلت تعتبر جانب إبداعي. هذا الجانب الإبداعي يعني هل شهد تطورا انتشارا أم بقي محدودا فقط؟ الجانب ربما الطاقي على الفن المدح عدم الإبداع. صحيح أننا في السنوات الأخيرة أصبح هناك تزايد الإنتاج، كان المدح قديما يركز على تكرار وليس الإبداع،
يركز على تكرار الكثير من المدايح التي يتم انتقالها بين هذه المدارس، وربما يكون الاختلاف أو الإبداع يتعلق في أدائها، في لغتها، كيف يؤديها المداح. لكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك تركيز على إنتاج نصوص جديدة بشكل كبير جدا من مداح جدد، وحتى من شعراء من خارج أصلا المدح. فلذلك المدحة تبقى كما هي كما قلت، لكن النصوص تزداد حجمها، يزداد بازدياد النصوص التي تضاف إليها مع الاحتفاظ باللازمة الأصلية، وهذا نجده في كثير من نصوص المدح. يمكن القول أنه جمع بين هذه المحافظة ونوعا من الإبداع، لكن بشكل عام فتكرار النصوص الموجودة القديمة هو الطاقي والقالب على المدح. طيب، هل ما كان موجود، وهل هو أيضا إذا أسقطنا ذلك أيضا على الحاضر، هل المداح يكتفي بتأدية الدور أم أنه ينتج ما يؤدي؟ هذا ربما يختلف بين المداحة. أغلب المداحة بطبيعة الحال هو يردد المدح، تنقل إليه هذه المدحة أو يسمعها، نحن في إطار الثقافة الشفوية، يسمع هذه المدحة، يحفظ هذه المدحة، يؤديها، وبالتالي أغلب المداح ربما يكون مؤديا. لكن هناك العديد من المداحة في العديد من هذه المدارس، هو مداح يؤدي لكنه منتج أيضا للمدح. لذلك ربما يكون السائد، النظرة السائدة، أن المداحة يؤدون أو يرددون منتج ليس أصلي. ليس أصلي بمعنى ليس هم من أنتجه، لكن هذه النظرة ليست صحيحة وليست على إطلاقها. فهناك بعض المداحة المنتج لنصوص المدح، أنتج نصوص مدح بنفسه، وهذا رأيناه من خلال هذه النسخ التي نسخ المهرجانات التي ليالي المديح التي جعلتنا نقف عند العديد من المدارس والعديد من الشخصيات. تغيرت هذه النظرة فوجدنا أن العديد من المداحة ينتج المدح أصلا، فلذلك المدح بالنسبة لدي يكون أصيلا، لأنه هو من يؤديه وهو من ينتجه، ينتج، يقوم بالدورين معا. طيب، وأنتم في مركز ترانيم الآن حان دوره، يعني وتحاولون جمع شتات ما تناثر من هذا المدح في مختلف المدارس، ويعني هل بدأتم في بالفعل، هل شرعتم، ومن أين بدأتم، ما التحديات التي تواجهكم؟ فمركز ترانيم للفنون الشعبية، مع هذا المركز أصبحت هناك فرصة للتدوين بشكل أولي، تدوين المدح. كيف تتم عملية التدوين؟ النصوص الموجودة الآن والمداحة الموجودين الآن وحتى المداحة الذين لم يعودوا موجودين، فإن نسخ الماضية للمهرجان وحتى هذه النسخة نجد أننا نتعاطى مع مجموعة من الشخصيات المدح، تصبح لهذه الشخصية ربما كانت مجهولة عند الكثير من الناس، تصبح شخصية معروفة لديها سيرة ذاتية، أصبح الشخص المدح أشخاص معروفين لديهم هويات، لديهم سيرة ذاتية. ونصوص المدح أيضا أصبحت، خاصة تلك التي تؤدى في تلك السهرات، أصبحت محفوظة. ومركز ترانيم لديه قناة يستخدم هذه الوسائل الحديثة للتواصل، قناة على اليوتيوب، لديه صفحة على الفيسبوك وعلى الواتساب. هذه القناة تجد فيها كم هائل من الفيديوهات التي انتجت حول المدح موجودة، وهذا هذه مسألة أساسية في مسألة التدوين، خاصة التدوين بالوسائل الحديثة وليست فقط التدوين بمسألة الكتاب. فإذا مع هذا المركز هناك جهد كبير جدا على التدوين، وهو بالفعل كل ما تم تأديته في هذه النسخ تم حفظه، حفظه في هذه القنوات وحفظه من خلال هذه الكتيبات. طيب، التي تبدأون من الحاضر فقط، من هذه النصوص، النصوص التي يتم تأديتها الآن يتم حفظها. على سبيل المثال، مثلا الفرق التي تشارك في هذا يتم حفظ أسماء الفرق، الأشخاص، المناطق، ما أنتجوه من المدح أو رددوه من المدح يكون محفوظا. حفظ وتدوين ما لم يؤدى حتى الآن في هذه النسخ هي مهمة يقوم عليها المركز من خلال البحث، البحث عن تلك النصوص، حتى النصوص ربما التي لم تعد شهيرة ولم تعد معروفة، هذه مهمة البحث، وهذا يأخذ وقتا، يأخذ وقتا. مسألة البحث عن ما لم يعد ربما متداولا من المدح، هذه مسألة بحث تحتاج إلى وقت، لكن المركز يسهر على حفظ ما هو موجود الآن
مع إمكانية العودة إلى الذاكرة القديمة للمدح وحفظها، وهي مسألة ربما صعبة جدا، فيها الكثير من التحديات، خاصة لأنك تجد تضارب في النصوص، في إنتاج النصوص، هل هذا المداح هو من أنتج هذا النص أو هذه المدرسة أو تلك، فهناك العديد من الصعوبات. لكن من تحديات تدوين الفن الشعبي الذي يعني يجهل متى بدأ، وحتى في القارب تجهل من أنتجه الأول، وهناك صراع على الإنتاج، من هو صاحب هذا المنتج الأول. لكن هذه المسألة يتم تجاوزها من خلال حفظ هذا المدح، تجاوز هذه الإشكالية وحفظه في انتظار العودة إلى التدقيق والبحث، ربما لإعطاء كل ذي حق حقه فيما يتعلق. لكن الأولوية هذا يطرح إشكال وتحديات، على اعتبار أنه أنت تتعاطى مع فن يعني شعبي غير مكتوب، وليست لديه يعني المصادر، ما هو متوفر منها مصادر شفوية تتعاطى، والنقل الشفهي كثيرا ما يفقد المادة، كل ما تم تناقله يعني يفقد جانبا من مصداقيته، تكون هناك الحذف والإضافة. هذا ربما يكون صحيح، لكن ينطبق على الثقافة العالمة أكثر من الثقافة الشعبية. الثقافة الشعبية هذا التناقل الشفوي ربما يبقيها حي، أنت تشعر مع هذا التناقل الشفوي للمدح أنك تنقل مادة حية، بينما لو عثرت عليها في المصادر فقط مكتوبة ربما تعثر على مادة مكينة ودقيقة لكنها ميتة. فأنا دائما أقول أن الثقافة الشعبية للتناقل ليس صفة سلبية، ربما التناقل الشفوي يحذف أو يضيف، لكننا نشعر مع هذه المادة المنقولة شفويا أنها مادة حية، كلما مرت على جيل حذف منها أو أضاف إليها أو أبقاها نعثر على هذه المادة في تمثلات ذلك الجيل، وهذا ما يعطيها قيمتها. لا ننظر إليها أنها مثلا تم تحريفها أو تزييفها أو تقييرها أو الإضافة إليها، بقدر ما يهمنا المهم فقط أن تبقى حية، أن تبقى هذه المادة حية، وكل جيل يتمثل هذه المادة نوع من التمثل معين أو يعطيها تصور معين يضيف إليها إضافة، فنكون في الأخير نحن أمام متحة يمكننا أن نلاحظ مثلا المراحل التي مرت بها أو الأجيال التي تعاقبت على هذه المتحة، يمكن العثور على خاصية كل جيل داخل هذه المتحة باعتبار يتناقلها شفويا، وهذا الأمر غير متاح لو كان هذا اللون الثقافي مكتوبا، لو كان هذا اللون الثقافي، وهو ربما إشكال لكنه ميزة من الميزات أو خصائص الثقافة الشعبية. هو اليوم يعني باق، المدح باقي حي، لكن ما مستوى يعني من يتعاطونه؟ هل لا يزالون أحياء؟ يعني محدودية تعاطي هذا الفن، المدح لا يزال موجود، لا يزال موجود. الفئات الاجتماعية التي احتضنت المدح تاريخيا لا تزال تحتضنه، التحولات التي طرأت على المجتمع أصبحت القيمة الأساسية هي الأشياء المادية ربما، لكن لو علمنا أن المدح كان يؤدى بطريقة عفوية ليس مدحا تكسبيا، فلذلك لم يتأثر المدح كثيرا، بمعنى أن الذين يؤدون المدح كانوا يؤدونه انطلاقا باعتباره تعبدا، تنقية للروح، تحريرا للنفس، هذه الأسباب ربما لا تزال قائمة، ليست مرتبطة بجانب مادي بحيث لو تخلى الدعم المادي يتوقف المدح. فلاحظ أن المدح لا يزال موجود، لا يزال موجود، لكن ما يخشى عليه هو أنه مع التحولات التي تطرأ على المجتمع أن يندثر هذا المدح، أو مع التحولات التي تطرأ على المجتمع يتم التخلي عنه، فنحن بحاجة إلى حاضنة تحتضن هذا المدح لتحافظ عليه، رغم أنه لا يزال موجودا، لكن لم يعد بذلك الانتشار الذي كان لا يزال موجود، لا يزال موجود، لكن ألا يحتضر الآن كون هذا المدح يعني شاخ وارتبط يعني بالشيخوخة الآن؟ مثلا لا تجد الأجيال الشابة بدرجة كبيرة تتعاطاه، صحيح، هذه هي النقطة يعني يجعل عمره يعني محدودا، استدعت ضرورة التدخل أو إيقافة هذا اللون الثقافي الشعبي، هو أن الأجيال الجديدة لا تعرف المدح كما كانت الأجيال الماضية تعرفه، وإذا لم يتم ربطها بهذا الموروث الشعبي سنفقد هذا الموروث ويندثر، وهذا يحتم ضرورة المحافظة عليه بآليات مختلفة تحفظ له خصوصيته وتبقيه. ولا نجد أفضل من
هذه الليالي المديحية التي تجدها في جو كأجواء المدح كما كان. أنت يمكنك أن تؤدي المدح في أجواء مختلفة، لكن يحاول مهرجان المديح عادة ماركستانات تلاحظ أنه يضفي على جو هذه السهرات جوا تقليديا ليبقي يحفظ على المدح هذه الخصوصية في أجوائه، وهذه نقطة أساسية جدا. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الأستاذ هارون والبلال مدير الدراسات والبحوث بمركز ترانيم للفنون الشعبية. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة من برنامج المشهد. لكم تحايانا جميعا، السلام عليكم.